خلينا نتكلم النهارده على موضوع الريليفنس. موضوع الريليفنس من المواضيع المهمه جدا، اسئله يعني كتير من الطلبه بيجدوا فيها صعوبه، كتير من الناس مش فاهماها، فمهم جدا ان احنا نتكلم شويه في موضوع الايه؟ في موضوع الريليفنس ده. اوكي؟ موضوع الريليفنس، بدايه الموضوع زي ما قلنا قبل كده في الحصص الاساسيه، أنا عندي سؤال بيختلف تماما عن بقية الأسئلة. الأسئلة اللي بتقابلني في الامتحان بيقول لي مثلا 17 A B C D. هو هنا المطلوب من حضرتك إنك تجد الإجابة الصحيحة، تجد البديل الصحيح للجزء الأندرلاين. ولو فرضنا جدلا إنه كلهم زي الزفت، يبقى تجد المقبولة الأقل خطأ. خدت بالك؟ أو لو فرضنا جدلا، ده نادرا جدا، ان في اتنين ينفعوا، يبقى تختار الافضل. تمام. السؤال 18 بقى اللي هو سؤال الريليفنس، مثلا انا بدي مثال يعني 17 18 ده مجرد ايه؟ مجرد مثال مختلف تماما عن كده. ها، الراجل مش عايز منك الاجابه الصحيحه ولا الاجابه الكويسه ولا الاجابه المناسبه ولا الاجابه اللي مش غلط ولا اي حاجه من دي خالص. هو الراجل مدي لك مهمه، تاسك، جوب. تمام. لا، ومطلوب من حضرتك انك تختار الاختيار اللي يحقق هذه المهمة. تمام؟ طيب، يبقى بداية سؤال الريليفنس الشباب زي ما قلنا قبل كده انك تفعص السؤال، يعني تاخد السؤال ده وتحطه في الخلاط وتفهم كويس جدا 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 هو الراجل عايز منك ايه؟ ها؟ ايه التاسك اللي موجودة في الايه؟ اللي موجودة في راس السؤال؟ ها؟ الراجل عايز ترانزيشن ولا الراجل عايز حاجة مناسبة للباراجراف؟ ولا الراجل عايز حاجه مناسبه للباسج؟ ولا الراجل عايز مثال شبه المثال اللي في الجمله اللي فاتت؟ ولا الراجل عايز كونكلوجن؟ طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ مناسبه ولا خلاص. طيب، انا افترض، تعالى نشوف البروسيس بتمشي ازاي. انا افترض مثلا انه سؤال بسيط، الراجل بيقول لي عايز حاجه بتعمل انترودكشن للباراجراف. طبعا عشان ما ننساهاش، بس دايما بننسى نتكلم عليها، ساعات يجي، وده بدأ يكترها كتير في الامتحانات الجديدة، يجي في تاني سؤال في الباسج ولا تالت سؤال ولا أول سؤال حتى في الباسج، تمام، يقول لك عايزين الاختيار المناسب للباسج. هو هنا بيقيس دماغك، يعني بيقيس هل أنت واد لعيب ولا لا. فالطبيعي جدا حضرتك إنك تأجل السؤال ده، وده الأفضل كتير جدا، إنك حتى لو كنت حريف، يعني حتى قول لي انا، معلش معلش انا معلم كبير والفيرست باراجراف اداني فكره عن الموضوع وانا هعمله دلوقتي. خدت بالك؟ يا معلم يا كبير، ساعات بيحصل شيفت في نص الباسج. اوكي؟ واللي انت فاكره بيتغير، وهو بيبقى قاصد يعمل الحركه دي. شرفتها يا كروديا. فبلاش صياع، الله يبارك لك. فاهمني؟ خليك يا حبيبي للاخر لغايه ما تخلص الباسج، وبعد كده ابقى اطلع جاوب على الايه؟ جاوب على السؤال ده. طيب، لكن ده مش سؤال متكرر قوي. السؤال المتكرر اللي بيقول لك عايزين حاجه مناسبه للباراجراف، ايه اللي المفروض نعمله هنا؟ المفروض ان انا اروح للباراجراف ده، اجيب الملخص بتاعه او المين ايديا او المين بيربس، اي حاجه من دول، هو كله حاجه واحده. تمام. طبعا مش صعب ابدا ان انا اجيب المين ايديا. المين ايديا ازاي الراجل بيعمل الرسومات دي، فاهم؟ الادفانتجز بتاعت المشروع ده، العقبات اللي قابلتهم، السولوشنز اللي هم ايه اللي هم لقوها، الخطوات اللي هو عملها عشان يعمل الايه الاكسبيرمنت، وات ايفر. تمام. يبقى انا جبت المين ايديا، هندي رمز كده كودي للمين ايديا، نقول عليها مثلا ايه؟ اس. دور حضرتك دلوقتي انك تروح على الاختيارات وتشوف الحاجه المتعارضه مع اس. ايه متعارضه مع اس؟ بي الريليفنت الاس اصلا بتتكلم على موضوع تاني غير ايه؟ غير اس. خدت بالك؟ سي ولا متعارضه ولا يعني ماشي حالها. فاهم انت؟ دي بتقول اس بس بالعكس اصلا. يبقى شطبناه، يبقى خلاص يا عم. حتى لو سي ما بتديلكش اللي انت عايزه بنسبه 100%، يبقى هي الوحيده اللي بتحقق. خد بالك ان احيانا بيكون في اكتر من تاسك، يعني بعض الاسئله بيبقى عامل تو تاسك. يقول لك مثلا عايزين كونكلوجن للباسج،
وفي نفس الوقت اتكلمنا على مستقبل البحث، بيكلمنا يبقى هو عايز كونكلوجن، تمام. طيب هيديني اتنين كونكلوجن ينفعوا، كونكلو ايه مثلا وسي، ايه صحيحه 100% تنفع كونكلوجن صحيحه 100% وسي كونكلوجن صحيحه 100%. واحده منهم بتكلمنا على المستقبل المشرق للبحث، ده ان هو ممكن في المستقبل يحصل له كذا وكذا وكذا، وايه لا هي بتلخص البحث بس. فاهم انت ازاي؟ يبقى حضرتك لازم تاخد بالك من ايه؟ لازم تاخد بالك من النقطه دي. اقسم بالله انت برنس.